تحتاج لأخصائي باش تعالج إصابتك من الصرع، لكن الإمكانيات ديالك ما كتسمحش باش توصل للطبيب وتعمل تشخيص؟ أخصائي بعيد في طنجة وتطوان أو الرباط والتشخيص ماشي في المتناول ديالك؟ يمكن لنا جميعا نخدمه من أجل التشخيص والعلاج والإدماج. الجمعية الإقليمية لمرضى الصرع والإعاقة بالعرائش، دعم المصابين بالصرع هدفنا ورفع المعاناة عنهم غايتنا.